السلام عليكم أطفالي الصغار، سنتعرف جميعا على الألوان les couleurs en français. هل انتبهوا معي؟ اللون الأول، ما اسم هذا اللون أطفالي؟ أحمر، جيد، أحمر، أحمر. وهذا اللون، ما اسم هذا اللون أطفالي؟ أخضر، أخضر، أحسنتم، إنه الأخضر. وهذا اللون أزرق، أزرق، إنه اللون الأزرق، أزرق، أزرق. وهذا اللون أصفر، أصفر، أصفر. وما اسم هذا اللون أطفالي؟ برتقالي، أحسنتم، إنه البرتقالي، برتقالي، اللون البرتقالي. وهذا اللون، نعم، إنه البنفسجي، بنفسجي، بنفسجي. وهذا اللون ما اسمه أطفالي؟ بني، أحسنتم، بني، بني. وهذا اللون وردي، تماما، إنه الوردي، اللون الوردي. وهذا اللون الأبيض، لون الأبيض، أبيض، أبيض. وما اسم هذا اللون أعزائي؟ إنه الأسود، اللون الأسود، إنه اللون الأسود. وما اسم هذا اللون؟ أحسنتم، إنه الرمادي، لون رمادي. سنعيد جميع الألوان التي شاهدناها: أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، برتقالي، بنفسجي، بني، وردي، أبيض، أسود، رمادي. أحسنتم أطفالي، أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، برتقالي، بنفسجي، بني، وردي، أبيض، أبيض، أسود، ورمادي. أحسنتم، إلى اللقاء.